كان بالي واحد الموضوع اللي كيهتم بالرحم، وكنا اكتشفت ان كاين واحد المشاكل اللي كتكون على مستوى الرحم، وكاين انقسامات ايضا اللي الناس بغيت تعرفها مثلا، اللي كتقدر واش تاثر ايجابا او سلبا على الولاده ايضا، ملي كيكونوا مشاكل على مستوى الرحم. اشنو هي المشكل الاول اللي كيقدر فعلا ياثر على الرحم او لا ياثر على الولاده ولكن مرتبط بالرحم؟ ديجا تكلمنا على البطانة المهاجرة وهذه الأمور، أكيد غنخليو دائما الخلاصة باش أننا نتكلموا على باش نذكروا دائما بالأهمية ديال الموضوع، الأهمية ديال أن الناس خاصها ترد البال. ولكن كاين أيضا كاين ناس سبحان الله اللي عندهم خلقيا مثلا ما نقدروش نقولوا تشوه، ولكن الرحم مقسوم أو شي حاجة من القبيل، واش كتقدر تأثر أو لا نتكلموا على هذه النقطة. دونك بسم الله الرحمن الرحيم، دونك تنسميوها الرحم المزدوج ولا ازدواج ديال الرحم. هذا المشكل اللي تيكون في الرحم هو مشكل قليل، يعني غادي نقدروا نقولوا واحد 3% 2-3% النساء اللي تصابوا بهذا المشكل، وغالبا ما تيحسوا بوالو، واحد 50% ما تيكون حتى شي علامات، وباخا تنكتشفوا غير بالصدفه، يعني لا فام تدوز بدايه الحمل لو بلو سوفون، تتكون بدايه الحمل وتنكتشفوا بانه كاين هذا المشكل في الرحم، وباخا تيكون مشاكل ديال الاجهاض المتكرر اللي تعود بزاف المرات، كاين بعض النساء اللي تيودوا ولادات مبكره، تيكون هذا هو السبب. دونك كاين بيان سور بعض الحالات تيكون مشاكل في العاده الشهريه، في الالم في الرحم يعني، ولا الم في الجماع، ولا بعض التشوهات، لان التشوهات ديال ازدواجيه الرحم فيها بزاف ديال الاشكال. وكاين بعض الحالات اللي تيكون مشكل الولد، خصنا بعدا نفسرو شنو هي، هو واحد القناه ملي تتكون البنيسه في كرش ماماها، واحد القناه تيتلاقاو بجوج، وملي تيتلاقاو خاص داك الجدار اللي تيكون الوسط ما بين القناه ملي تيتلاقاو تيذوب، وتتكون واحد العضو مجوف اللي هو الرحم، ملي تيتكون بالجسم ديالو بالعنق ديالو. دونك كاين بزاف الحالات، كاين بعضات اللي الولده كومبليتوم ما تتكونش، يعني دونك تتخلق البنيته ما عندهاش كاع الرحم، فهمتي؟ تيمكن حتى واحد الثلثين العليا ديال المهبل ديالها ما تيكونوش، وهادو حالات نادره. ولكن كاينه وكاين بعضات هاد القناه هادو ملي تيتلاقاو ما تيفيزيونيوش، ما كيتجمعوش دونك تيتكونوا جوج الوالدات، تتلقى كل والده بالجسم ديالها بالعنق ديالها، وكاين بعض خاصة القناه تيتلاقاو ولكن داك الجدار الوسطاني تيذوب، سواء ما تيذوبش كومبليتمون ولا تيذوب غير جزء منه. دونك لا بلو فريكونت من هاد التشوهات هادو هي اللي هو اللي داك تيتلاقاو هاد القناه وتبقى الجدار ما تيذوبش. نعم، فكيوليو بحال الزوج، بحال مقسوم، تبقى واحد الجدار ما بين رحم واحد، تيكون رحم واحد ولكن مقسوم بواحد الجدار، تيبقى غير واش جدار كلي ولا جزئي، هنا فهمتي. امي هذه هي لا بلو فريكونت، هذه هي الحاجه اللي كتلقاوها اكثر. فوالا، هنا ملي غنشوفوا ان سبحان الله بنيتها تزادت كيف كنقولوا برحم مقسوم او لا مزدوج بهذا الشكل هذا، في الولاده الناس غتبغي تعرف مثلا في الولاده، حيت قلتي الناس ما كتحس باعراض بوالو، الناس ملي مثلا تقتي اضطرابات على مستوى العاده الشهريه ديالها او لا، غير غنشوفوا اسباب اخرى، ربما بزاف ديال الحاجات، الاجهاضات المتكرره، واش كنقلبوا على هذا السبب او ما كنقلبوش عليه، لان قلتي في حالات نادره. هنا السيده سبحان الله ملي غتحبل، واش عادي كتحبل بجهه من الرحم ديالها او تيكونوا مشاكل؟ غادي تحمل بجهه من الرحم ديالها، يعني تيتم الحمل عادي، تيتم في واحد 50% ما تيوقع حتى شي مشكل. نعم، تيتم الحمل على حسب الرحم، النمو ديالو واش النمو ديالو كافي باش يقدر يتقبل الجنين، والجنين يكبر حتى يوصل للتاسع، يعني واحد 50% من النساء ما تيحسوا بحتى شي مشكل، والولاده تدوز مزيان وتيولدوا ميم ولاده طبيعيه وما كاينش مشكل.
فوقاش يكون المشكل هو ملي تبدا سوا غادي يجيها اجهاض في الشهور الاولى نعم وغادي يبقى يتعود ولا غادي يجيها ولاده مبكره يعني في السادس ولا في السابع ولا يمكن بعض المشاكل في الحمل يعني مشكل ديال المشيمه ولا ضعف الحال الجنين ديالها غادي يكون ضعيف الوزن ديالو وغالبا تيكون حتى الجنين ما تيتقبلش لو بلوس سوفون هادو تتلقى عندهم الوالده صغيره تتقدر الحمل يوصل حتى للتاسع وتتلقى ولكن ما تيدورش لان ما تيلقاش اتساع وغالبا ما تتكون عمليه قيصريه لانه الجنين تيكون عاطب برجليه دونك هادو هما الحالات لو بلوس سوفون نعم حنا ملي تنتكلموا على هاد المساله هذه او ان كاين بعض السيدات اللي كيقدروا انهم يتعرضوا عليها كتسمى تشوهات على مستوى الرحم هذا هو المسمى ولكن كيقدر الانسان كيف قلنا كيتعايش بها بطريقه اللي هي بسيطه جدا انه ما كيحس لا باعراض لا بوالو حتى في الولاده ديالو ربما يحس انه كاين هذا الرحم مزدوج او الرحم مقسوم او يقدر ما يحش به على حسب فوالا الا كانوا مشاكل هنا واش فعلا في الفحوصات العاديه كيبان يعني داك التلفازه اللي تدار السيده وهاد الامور هذه واش فعلا تيبان او لا لا فعلا كاين الوسائل التشخيص هو ليكوغرافي يعني اللي تنقولوا التلفازه غير خصني ناكد بانه خص يكون الكشف المبكر يعني المراه تمشي في البدايه ديال الحمل لان الا مشات حتى الخامس ولا السادس عاد دارت لا بروميير ايكوغرافي ديك الساعه مع داك لو كوتي اللي فيه الحمل تيكبر بزاف وهذاك النصف الاخر اللي ما تيبقاش يبان داك الكبوريه اللي تتكبر ديال الجهه اللي فيها الجنين تتغطي ما تتبقاش تبين تيقدر الطبيب الا شاف المراه لا بروميير فوا في الخامس ولا في السادس يمكن وما عندهاش هي درايه بهذا المشكل هذا وما عمرها ما سبق لها دار التشخيص عليه يقدر ما يبانش ولكن فوقاش تنشوفوه سواء المراه جات لا بروميير فوا ما حاملاش وباغي عندها شي مشكل يعني الناس اللي كيقلبوا على المساعدات في الانجاب او لا المساعدات في الانجاب ولا في بدايه الحمل نعم بدايه الحمل تيكون الحمل يلاه عنده شهر ولا شهرين ولا ثلاث شهور ديك الساعه لان تيكون باين دونك هذا ليكوغرافي العاديه الطبيعيه وكاين دابا ليكوغرافي ديال اللي عندها ثلاث الابعاد يعني 3 دي اللي مهمه بزاف الاطباء اللي عندهم التقنيه هذه تتبين مزيان تعطي واحد الصور واضحه ديال ان نوع من انواع ديال هذا المشكل ديال التشوه الازدواجية الرحم وكاين ليغيم الاغاني المغناطيسي حتى هو تيبين وعاد كاينه عاوتاني داك التلفازه بالماء واحد تنسميوه حنا ليستيروسونوغرافي كاين عاوتاني ليستيروسالبانغوغرافي داك التلفازه اللي داك لا راديو بالماء اللي تيديروها عند لو راديولوج تتبين حتى القنوات تتبين الوالده او ميم طون تتبين القنوات كاين الكشف بالمنظار حتى هو تيسهل دونك هادو هما الطرق ديال التشخيص نعم ممتاز حنا ملي تنتكلموا على هاد المساله هادي هاد التشوه هذا كيجي واش كتقدر انه يمشي حتى بالوراثه لا ما كاينش نسبه في الوراثه اللي ولكن تري سوفون على حسب الدرجه ديال التشوه باخا يمكن يكون مشكل ديال تشوه في المجاري البوليه دونك بحال دابا واحد السيده اللي مثلا عندها غير نص في الوالده النص الثاني ما كاينش يقدر يكون حتى عندها مشكل في الكلوه تلقى عندها كلوه وحده وكلوه ولا كلوه ماشي في بلاصتها ولا شي حاجه دونك ديما ملي تيكون مشاكل في هذا الرحم ديال الخلقيه في الرحم ديما حنايا اطباء تنقلبوا اوتوماتيكمون تنشوفوا الكلاوي واش ما فيهمش مشكل نعم اوتوماتيكمون لان المنبع واحد دونك هاد القنوات ملي تيمشيو يعني هذاك يعني الخلايا اللي تتكون الرحم هي تقريبا من نفس المنبع الخلايا اللي تتكون المجاري البوليه نعم دونك هنا الناس سبحان الله ملي تكلمنا حتى على غنرجعوا نتكلموا على هذه النقطه ديال الناس اللي تيكون عندها اجهاضات متكرره وما كتكونش عارفه السبب ديالها لان كاين بزاف الناس ربما ملي كتقدر توصل حتى الخامس وتيموت لها تيلاد في الكرش ديالها او السادس وما تتعرفش من اياش لان كيف قلتي للانسان ما مشاش شخص من الاول
فعلا يقدر ان يكون هذا سبب من الاسباب فعلا وما كاينش وما كنعرفوش، ربما هذا هو اللي كيخليه الندره ديالو كيخليو انه مساله نادره، لان التشخيص ما تيكونش واضح. رجعوا نتكلموا في هذه النقطه هذه، لان انا من المواضيع اللي تنقلب تارني، قلت سبحان الله كاين اشنو المشاكل اللي كتقدر ترتب عليها، يعني كل حاجه سبحان الله ربي صور احسن يعني فهمني، تيكون شي حاجه خاص الانسان يعرف اشنو كيفاش يقدر يتعامل، كيفاش يقدر يرد البال. سبحان الله كل حاجه منزله الا عنده واحد المخرج سبحان الله. واكيد حتى في الطب خاص الانسان غير يكون تشخيصه شويه بكري، ويكون انه يرد البال شويه مبكر. الانقسامات اللي تتكون على مستوى الرحيم وربما اشنو كيكون، تكلمنا ان كاين نوع هنا بحال دخلنا في العلاجات، ملي تكلمنا على العلاجات تكلمنا ان السيده خاصها تكون كتراقب ديجا. هنا السيدات اللي ما كيراقبوش، واش نتوم كمختصين وبتجربتكم ما شاء الله اللي ماشي صغيره ما شاء الله عندك باع طويل في هذا المجال، واش فعلا ملي كيوقع مثلا السيده كيوقعوا لها اجهاضات كثار وكتكون مثلا اولا كيتوفى لها الجنين في 6 شهور اولا في 5 شهور، ما كتكونش راده البال انه يكون فعلا كاين انقسام على مستوى الرحم وهذه المسائل هذه، واش في التشخيص ديالكم ملي كتعاود ترجع واش فعلا كتعاودوا تقول لها ممكن يكون هذا السبب راه كاين واحد التشوه قيف في المستوى ديال الرحم، اولا كتمشيو لاسباب اخرى هي اللي كتعطيوها الاهميه؟ دونك الا كان المشكل ديال الاجهاض المتكرر يعني تيوقع ولقينا عندها مثلا هاد لاك الوازر، يعني جوست واحد الجدار سامبل يعني عادي هنا يسوفي باش نحيدوا ذاك الجدار اون برينسيپ الامور تتمشي مزيان. الا كانت غير الوالده عندها سيبار يعني والده وحده على اليمين وحده على اليسار، ما كاينش الجدار، كاين جوج الوالدات هنا كيما عندنا ما نديرو في هذه الحاله، تيبقى الا كان وقع حمل الاول وفم الوالده تحلها ولدات قبل الوقت غادي نطلبوا لها ان دير ميت حمل مره واحده اخرى، غادي دير سيركلاج. نعم وبيان سور في ذاك فتره الحمل تتكون واحد المراقبه لو روبو، تنعطيو لاسبيرين يعني في بالدوز ملي تتوصل السادس نعطيو ولا السابع تنديرو لا ماتوريتي ديال لي بومون ديال البيبي باش الا وقعت شي ولاده مبكره تنقدروا نتفاداو داك المشكل ديال التنفس ديال الجنين. لو روبو يعني تنعطيو بعض الادويه باش المهم تتكون واحد المراقبه، هادشي با بلوس يعني ما كاين شي حاجه اكثر من هادشي، وتنتمنوا على الله انه الامور دوز مزيان. ملي تيكون مثلا كاين بعض الحالات اللي تتكون تشوف ازدواج ديال الرحم ولكن الرحم مزيان والاخر فيه واحد تنقولوا اون كورن ريديمونتير، يعني ما هي والده ولكن انكومبليت، نص الوالده ولكن انكومبليت، شنو تيمكن يوقع؟ تيمكن يوقع فيها الحمل و بيان سور صغيره بزاف، وملي تيبدا يكبر الحمل هادي بحال اللي تنقولوا غروسيس اكسترا اوتيرين، وتقدر تطقطق ليها في يعني في ذاك الشهور الاولى، وتيكون واحد النزيف حاد الا ما كانش وقع الكشف مبكر، ماشي بحال ذاك الحمل هو غروسيس اكسترا غالبا تتكون في القرن، مي هادي ماشي في القرن، هادي في لا كورن دو لوتيروس، وشنو تيوقع الخصوصيه ديالها هو انه تتخلي الجنين تتيوصل الثالث ولا الرابع وتيوصل لواحد الحجم عاد تطقطق. نعم ومي تطقطق في هذا الحجم هذا تيكون واحد النزيف حاد الا ما كتاش الا ما كانش مراقبه وتشخيص من الاول، ما عرفاش بيه تقدر المراه تموت في 2 3 مينوت. نعم اذا كانت في دارها ولا شي حاجه لو طون يهزوها ويديوها للكلينيك واحد النزيف تيكون حاد. دونك هذه الا اكتشفناه وهي باقا في البدايه تنقدروا مدام الميو تحيدي هذاك لا كورن، لان الا مشات توقع لك فيها حمل راه سي ان غون بروبليم، باش نتفاداو يوقع لها المشكل تمشي تحمل داك داك لا كورن في الحياه ديالها لا قدر الله. وكاين الحالات اللي تيكون مثلا قلنا المهبل فيه ان كلوازون تيدير مشكل تما نقدروا نحلوا هذا، وكاين بعض النساء هادو حالات نادره تيخلقوا ما عندهاش الوالده نهائيا. نعم. حتى المهبل ديالها يلاه واحد الثلث التحتاني هو اللي كاين، ولا ومتى تنقولوا لها ما عندهاش الحلول باش تحمل، ولكن عندها باش تكون عندها حياه زوجيه عاديه كاين بعض الجراحات تداو اونيفو المهبل باش تمكن تكون عندها حياه زوجيه عاديه، وبيان سور اون بريزون شارج بسيكولوجيك او ميم طون، ولكن هادو حالات
نادرة ديال المرأة تخلق تيكون مبيض عندها ولكن ما كاينش رحم. ولكن ما كاينش رحم، هادو حالات فريمون نادرة بزاف. نعم، حنا ملي تنتكلموا اليوم شفنا أن كاين مجموعة من الحالات النادرة، ولكن مزيان أننا نتكلموا عليها، نعرفوا الناس أنها راها موجودة، لأن اليوم الناس كتبحث، اليوم الناس كتشوف الوثائقي بزاف الحاجات، فما فيها بس أن فعلا نعطيو النصيحة. اليوم حنا ملي تنتكلموا على النقاط هذه، كان سيدة تقدر ما توصلش ليها وتكمل الحبالة ديالها بإذن الله، يعني مزيان لو كان تشخيص بكري. هنا الأهمية نختموا بها معك، الأهمية ديال أن السيدة تراقب الحمل ديالها أو لأنها تتبع مع المختص قبل الحمل وبداية الحمل وأثناء الحمل وفي نهاية الحمل، قداش مهمة فعلا. دونك المرأة تزوجات ما عندها حتى شي مشكل، أول حاجة تمشي عند الطبيب ديالها إلا كانت باغية تاخذ موانع الحمل، وما فيها باس بيان سور الطبيب غادي يدير لها يونيكوغرافي وغادي يشوف واش ما كاينش شي تشوهات في الرحم، بيان سور يعطيها بعض النصائح يا التناول في موانع الحمل ولا باغية تحمل شنو هما بعض، ويكون تشخيص الى بان لا قدر الله كاين شي حاجه في الرحم، هذيك الساعه الطبيب تياخذ يعني زعما الاجراءات اللي باش نتفاداو المشاكل. دونك هاد لا كونسلتاسيون ماشي، وحتى الا نقولوا ما دوزاتش وحملات ما تبقاش تسنى لو 5 موا ولا لو 4 موا عاد تمشي عند الطبيب. غير تحمل تشوف عندها روتار 3 سيمين 2 سيمين 3 سيمين 4 سيمين، ما فيها بس تمشي دير لا كونسلتاسيون ديك ساعه الطبيب الا كان شي مشكل في الرحم غتيبان له اوتوماتيكمون، سيرتو بالتلفازه عن طريق المهبل، لان المرأة تكون ديك الساعه متزوجه عندها زعما يمكن داك التلفازه عن طريق المهبل، وهنا تيبان لينا اذا كان شي بروبليم راه تيبان وتاخذ النصائح باش الحمل ديالها يدوز مزيان سون بروبليم. نعم، هنايا في الحالات الى مثلا تكتشف مثلا يتكلمنا على هذا الحمل اللي كيكون في رحم اللي هو مزدوج او لا ما كيكونش كامل وهذه الامور كلها، او ملي تيكونوا مشاكل ايضا اخرى، الا تكتشف شي مشكل من المشاكل في البدايه ديال الحمل، كيفاش كتعاملوا معه؟ واش فعلا السيده كتكمل الحمل ديالها ما عدا في الحاله الاولى اللي تكلمتي عليها او لا كنوقفوا؟ لا، ما بحال دابا نقولوا مثلا هذه اللي قلنا لا بلو فريكونت لا كلوازون كلوازون اوتيرين، هذه اللي تكون هو التشوه لو بلو فريكونت اللي موجود بواحد 30 حتى 50% ملي تيكون هذا التشوه. مره حملات لا بروميير فوا جات درنا ليكوغرافي بان بانه افيكتيفمون كاين لوتيروس كلوازوني، ماشي يعني هنا بون نقولها مدام نقدروا نفسروا لها بانه كاين هذا لا بيتيت انومالي، ولكن يمكن الحمل يدوز مزيان، تنقولها اطمئني زعما ان شاء الله، وتتكون غير واحد المراقبه فم الوالده واش مزيان الطول ديالو ما كاين فيها باس ملي توصل الكاتريام سكيام وملي تجي باش نشوفوا النمو ديال الجنين، ديما تنطلعوا على فم الوالده واش ما كاينش شي مضاعفه على ده، واش الطول ديالو واش يقصر واش يتحل من الداخل، واش دونك هادو بعض الاشياء اللي ضروري خاصها الدار خاصها هذاك، يعني غادي نقول لها واحد الغذاء سليم، لو ستريس، تنعس مزيان، تحيد التدخين لا كتدخن، المهم نمط الحياه يكون مزيان، وتنتمنى على الله انه 50% عندها بان الحمل ديالها يدوز سون بروبليم. نعم، هنا واش كتعطيو طريقه ديال النوم ان تنعس على ظهرها شي طريقه اخرى ولا عادي تمارس الحياه ديالها عادي؟ عادي غير الا كان لا قدر الله بان فم الوالده ديالها قصير بدا تيتحل من الداخل، هنا غادي نقول لو روبو الا كان ان ريسك ممكن نديرو لا ميم ان سيركلاج فوالا، لان بان لينا بان سا كومونس هذا كيتحلل الفم الوالده، وتقدر تبقى واحد المده وهي مرتاحه في الفراش الا كان حاله يعني لو ريسك ديال الولاده مبكره كبير. نعم، دونك هذوما الحالات دائما كتبقى في المراقبه، الحلول كتبقى بهذا الشكل هذا، كيراقب الانسان غير مع الطبيب ديالو صافي، الا دازت الامور مزيان هذا، الا وقع مشكل واخا درنا الوسائل ومشات طاح لها في الحمل اوتوماتيكمون، الا كانت هذا المشكل هذا يمكن يتعالج بالجراحه غادي ندير لها الجراحه في المره الثانيه، الا كانش ماشي مشكل ديال الجراحه هي باش كنحيد داك الجدار، غير داك الجدار تيتحيد، الا كان ماشي من النوع اللي تيتحيد ديك الساعه تنديروا لها اوتوماتيكمون جوست ان سيركلاج فوالا، وتتبقى المراقبه. كاين بعض الحالات اللي تيكون تنقولوا غادي نلصقوا الوالده مقسومين مقصوبه، وغادي نحاولوا كاين بعض الحالات تيكون واحد الاختناق في الوسط ديال الرحم، تنقولوا اون فا اغوندير اون فا اغوندير الوالده، تتحل الوالده وتتقطع ذاك الجدار من الداخل باش لاكافيتي تكبر شويه، ولكن هذه جراحه غالبا
تتكون دراسات صعيبة النتائج ديالها ما تيكونوش هذا الى حملات قدر داك المشي ما تلصق فالرحم يكون عندها مشكلة مضاعفات اخرين مضاعفات نزيف ولا شي حاجه دونك غالبا هادو حالات ميؤوسة اللي تنقولوا ما كاينش حل هاد السيده عندها هذا النوع هذا تيكون تنقولوا بحال نيوتيروس اونتي تيكون مخنوق من الوسط الجدار ديال الرحم ديالها مخنوق الوسط وحملات بليزيوغ فوا وديما تدير دي فوست كوش تارديف ولا شي حاجه شنو غادي نديروا الحل هو اون فاغونديغ داك لا كافيتي ونتمنوا على الله ان ما تكونش مضاعفه ديال هذه العمليه هادو حالات نادره حتى هي تتكون مي لا بلو فريكونت هي لاك الوزن التحيه ديالها تيكون سهل الا سبق لها حملات وطاح لها الا اول مره جات مازال ما حملاتش وبندنا لك الوزن ماشي اوتوماتيكمون نحيدوها الا قلت في واحد الحالات كاين بعض الاطباء تيقول لك لا فام عندها 38 طون ولا 39 ما نتسناهاش حتى تحمل ويقدر يطيح ما يقدرش نحيدو لها وهي واخا مازال ما حملاتش الا كانت صغيره وعندها لك الوزن نقدروا نخليوها وتقدر تحمل حتى كتجرب المره الاولى الا كان الحباله ديالها تمرض مزيان اكزاكتومون هذا هو الميساج نعم مازال غنكملوا في الموضوع ديالنا ان شاء الله الحلقات الماجيه لان كاينين ايضا نقاط كثيره ربما ما كنناقشوهاش كثير فيما يتعلق بصحه النساء والتوليد ولكن من خلال اسئله المستمعين بحال مثلا انا قبيله كنا كنتكلموا اننا نديروا حلقه على الحمل فيما يتكلم على الحمل العنقودي ايضا اللي شفت معاك غير في الفاصل انه عنده بزاف ديال الاعراض اللي غنتكلموا عليهم خصو حلقه غير الحمل اللي تيكون بشكل هو ماشي طبيعي يعني ما تيكونش اما في خارج الرحم او لا بطرق اللي هي مختلفه نشوفوا ربما المضاعفات ديالو على الصحه ديال المراه شنو تيكون وغنتكلموا دائما على المساعده ديال على الانجاب لان ماشي امر فقط كيتعلق مع بالمراه ولكن كيتعلق بالرجل ايضا لانها مساله كوبل كنشكرك بزاف دكتور محمد علي برادة اللي انت اختصاصي في امراض النساء والتوليد